في تقرير نشره موقع المنصة المحجوب آثار مصرية في إيطاليا، حاوية دبلوماسية أم ملاذ آمن لتنظيم الدولة الإسلامية. لكن تقرير أشار للواقع على أنها ضمن سلسلة من الحوادث العديدة اللي بتتعرض ليها مدينة ساليرنو، واللي بيعتبرها تنظيم الدولة الإسلامية ملاذ آمن لبيع الآثار بهدف تمويل عملياتها المسلحة. نفت وزارة الخارجية أي صلة للسفارة المصرية في إيطاليا بالحاوية الدبلوماسية التي عثرت بداخلها السلطات الإيطالية على الآثار المهربة، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن السلطات الإيطالية أكدت إن الآثار تم العثور عليها العام الماضي، والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطن إيطالي.